شاومي 15 برو اول هاتف اللي جينا باقوى معالج من كوالكوم اللي هو سناب دراجون 8 إيليت. السلام عليكم جماعة، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. ككل سنة شركة المعالجات سناب دراجون تطلق احدث اصداراتها من اقوى المعالجات، وككل سنة ايضا اول هاتف ليخرج بهذا المعالج من سلسلة البرو اللي هو شاومي 15 برو. لذلك راح نشوفوا المواصفات ديالو، نشوف واش المميزات اللي فيه، ونشوفوا واش النقائص او العيوب اللي فيه، وطبعا ما ننساوش السعر. بلا ما تبخلوا علينا بجام ابوني، يستاهل خوكم بلال يتعب يخدم ايمونتي جام كدعم. وهيا نبداو. اول شي جماعه يليق ننبه باللي هذا الهاتف نسخه او اصدار صيني، يعني حوالي شهر او شهرين هكاك راح يتم طرحه في الاسواق العالميه. المهم نبداو بالشكل والتصميم ديالو. كما راكم تشوفوا شكل شاومي 15 برو يجينا بنفس لغه تصميم الجيل السابق والجيل اللي بعده، 13 برو وال14 برو وحتى 15 برو نفس لغه الشكل والتصميم. الحاج اللي محير يعني انه كامل الهواتف ما ولاوش يغيروا في الاشكال، يعني ككل سنه يغير لك نقطه، يغير لك حرف، ويقول لك تصميم جديد، زعما يكونوا كرهوا ملوا لحقوا لحافه الجبل من التصاميم والاشكال، الله اعلم. المهم خامات تصنيع الظهر راح تجينا من الزجاج، الاطار راح يجينا من الالومنيوم، الوان الهاتف اللي هي الاخضر الرمادي والابيض وطبعا الفضي. هذا شوفوش مع هذا اللون اللي جينا على شكل تموجات اللي انت وانا تبان لينا باللي الهاتف يجينا معوج كامل، مي هي لون فقط، يعني ظهر سامبل ما فيه حتى تموجات. على بالي باللي هذا اللون راح يدير حاله. طول الهاتف 161.3 ملم، العرض 75.3 ملم، السمك ديالو 8.4 ملم، والوزن ديالو يتراوح بين 213 غرام الى 219 غرام. ودوك نجيو للشاشه اللي جينا بحجم كبير 6.73 انش بحواف جد صغيره، يعني صغروا فيها بزاف حاجه مليحه. جينا من نوع ال LTPO AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز، متغير من 1 الى 120 هرتز تلقائي لتوفير الطاقه. وبلا ما ننسى انه دقه الشاشه 2K بلس، اما الكثافه ديالها اللي هي 522 بيكسل للإنش الواحد، وأقوى شيء فيها اللي هي تدعم سطوع 3200 شمعة، وتدعم جميع المميزات من بينها الـ HDR10 Plus، الدولبي فيجن، تدعم دولبي أتموس، تدعم 68 مليار لون، تدعم حماية العين، وبزاف مميزات خرافية. ودوك نجيو للمعالج. كما حكيت لكم إجينا بأحدث نسخة من سناب دراجون اللي هو الـ 8 إيليت، وبلا ما نقول لك باللي قوة في الألعاب وقوة في السرعة، باسكو نقولها لك باختصار أقوى معالج في العالم حاليا. صح نزيدكم هذه، يوفر لك الطاقة نسبة 40% من الجيل اللي فات، باسكو دقة تصنيع 3 نانومتر ماشي 4، اللي ما راحش تستهلك بزاف البطارية، وما تخليش الهاتف يسخن أثناء اللعب أو الاستخدام. بالنسبة للمعالج رسوميات اللي جينا بأحدث نسخة اللي هي الأدرينوت 830، الرام اللي هنا عندك زوج نسخ 12 أو 16 جيجا رام، التخزين عندك ثلاث نسخ 256 أو 512 أو 1 تيرا. المعالج هذا اللي هو الـ 8 إيليت حقق على منصة انتوتو بنشمارك لتقييم الأداء أزيد من 3 ملايين نقطة، على بالكم باللي رقم مرعب بزاف راسك يحبس. سامسونج الاس 24 الترا ويدعم تقييم 2 ملايين نقطه فقط. باش تعرفوا بالقفزه النوعيه اللي حققتها سناب دراجون في طرحها المعالج هذا الجديد، ايضا شاومي 15 برو راح يدعم احدث اصدار اندرويد اللي هو ال 15 مع واجهه الهايبر او اس 2. ودوك نجيو للكاميرات. الهاتف يجينا بثلاث كاميرات فقط، يعني ماشي 4، هذه شباح برك، شفتوا كي يحشيو لنا. المهم الكاميرات في ثلاثه يجيونا بدقه 50 ميجا، الرئيسيه وتيليسكوب والزاويه واسعة. الرئيسية جماعة جينا بحجم 1 انش، صراحة ولينا نشوفه في الهواتف تنافس في الكاميرات الحقيقية، والله طورت الحالة بزاف. كاين جماعة كاميرات، يعني كاميرات حقيقية جينا بحجم سنسور 1 انش، وما بالك كاميرا ال1 انش يحطوها في تليفون، كيفاش راح تكون الجودة؟ مرعبة صراحة. وايضا الكاميرات هذو بالتعاون مع العملاق لايكا خبير الكاميرات. بالنسبة لكاميرا التيليسكوب اللي هي الزوم كما نقولوا، عندك 5 اكس حقيقي وعندك 120 اكس تقريبي، تسمى مصورين القمر يساعدكم بزاف. بالنسبه لتصوير الفيديو، الهاتف يدعم تصوير مقاطع فيديو 8K بمعدل تحديث 24 او 30 اطار في
في الثانية، ويدعم دقة 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية، ويدعم 1080 بمعدل أيضا 30 أو 60 إطار في الثانية. أنا عندي جماعة دوز برو كاليتي الفيديو ديالو وحش من تالي. هذا الفيديو مصور به بصح منقص في الجودة ال 1080 فقط، سما لو كان صور 4K بمعدل 60 FPS كيفاش؟ والله ما شاء الله. بالنسبة للكاميرا سيلفي جينا بدقة 32 ميجا، تدعم أيضا تصوير مقاطع فيديو 4K بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية، وتدعم مقاطع فيديو بدقة 1080 بمعدل 30 أو 60 إطار في الثانية. وكلا الكاميرات تدعم التثبيت البصري والتثبيت الرقمي، تسمى بلا ما تحتاج ستيبل مانع الاهتزاز هذا. بالنسبة لخصائص إضافية للهاتف، أنه يدعم سماعتين صوت ستيريو مزدوجة ليصبح الصوت ستيريو، يدعم مقاومة للماء والغبار بمعيارية IP68، يدعم شبكة الجيل الخامس، يدعم الـ NFC IR بلاستر للتحكم في الأجهزة الكهرومنزلية، يدعم أحدث إصدارات بلوتوث والويفي. وذوق الجيل للبطارية اللي راح تصدمكم صراحة، يجينا شاومي 15 برو بأقوى بطارية هذا السنة اللي هي 6100 ميلي أمبير، وزيد مع المعالج الجديد هذا 3 نانو راح يوفر لك البطارية بشكل مرعب صراحة. كيما حكيت لكم معالج الـ 8 Elite حطوه في الـ 15 برو يوفر لك الطاقة نسبة 40% من الجيل السابق، مع بطارية بهذا الحجم 6100 ميلي أمبير نظن باللي راح تحكم لك حوالي 3 أيام عادي جدا. وانتم واش رايكم الخاوة؟ وبلا ما ننسى انه يدعم شاحن سريع بقوة 90 واط، ويدعم شاحن لاسلكي بقوة 50 واط، ويدعم شاحن لاسلكي عكسي بقوة 10 واط. تليفون متوحش فيه بزاف مميزات اللي يتمناها اي شخص. بالنسبة للعيوب ما فيه حتى عيب، من غير انه لا يدعم تركيب بطاقة الاس دي او عدم وجود منفذ 3.5 ملمتر للسماعات. وصراحة ما نشوفش فيها عيوب باسك وقتنا الحالي ولا كلش لاسلكي، كلشي بلوتوث. اوضوك وصلنا للسعر، ما تخافوا ما والو، السعر مع الوقت راح يهبط. وزيد ما تنسوش انه مواصفات متوحشة جماعة. من تالي السعر لأقل نسخة 12 في الرام 256 في التخزين اللي هو 740 دولار، اللي طايحة ضربنا تقريبا 18 مليون على بالي، على بالي غالي. صح مع الوقت راح ينزل السعر ديالو. وصراحة لو كان جيت تسقسي خوك بلال اسكو لو كان عندي 18 مليون وحايب تليفون شباب واش نشري، الجواب راح يكون ما نشريش هذا الهاتف. وماشي قضية انه ماشي شباب ولا، بالعكس والله تليفون قوة. مي نقول لك نشري هاتف هونور ماجيك 6 برو، تليفون متكامل من كل شيء، وزيد بأرخص سعر اللي هو 14 ولا 15 مليون، ويدعم أقوى ميزة اللي هي حماية العين، مهمة بزاف ليا ولصحتي. وهذا ما كان جماعة، واش رايكم في الهاتف؟ واش رايكم في السعر؟ خبروني اسكو لو كان عندكم 18 مليون شريو هذا الهاتف ولا تشريو تليفون خلاف؟ اكتبوا لي في التعليقات، ونقول لكم ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. تهلونا في روحتكم، تلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.